مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال: هل الفضه المتكسره او المكسوره بتتباع؟ ولو عندي حاجات فضه بس مش مدموغه وعايز ابيعها، هل ممكن تتباع؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجه عايز اقولها لكم ان الفضه ما بتتكسرش، الفضه بتتقطم، بتتفك اجزاء، مثلا متبقيه من دلايه، مثلا من سلسله فيها حاجات مدلدله، تتقطم منها حاجه، تقع منها حاجه، زرار تتفتح. دي الفكره كلها. تاني حاجه اقولها لكم ان انا بشتري اي حاجه فضه، او مش انا، معظم المحلات بتشتري الفضه المتبقيه، مثلا اللي هي الحاجات المقطومه، الحاجات اللي هي عديمه الافاده، اللي ملهاش لازمه، اللي محدش عايزها. اي محل فضه او معظم محلات الفضه بتشتريها. انا عن نفسي بشتري اي حاجه فضه لو حد عايز يبيع اي حاجه فضه عامه. السؤال التاني: هل الحاجات الفضه اللي مش مدموغه بتتباع؟ انا اقول لك طبعا، ما دام هي فضه ايا كان ايه انا برضو بشتريها، او برضو اي محل تاني فضه بيشتري عادي خالص. المحلات القليله قوي اللي ما بتشتريش الكلام ده، اللي هي مثلا هتلاقي براند وحاجات زي كده، محلات مثلا البندوره، محلات اللي هي المحلات المعروفة قوي، مثلا عزة فاهم الحاجات دي. اما محلات اللي هي في ميدان الجامع زينا وفي مصر الجديدة، في محلات دي كده لا، تشتري فضة عادي خالص مفيش مشكلة، وعندها ورش وكده بتشتريها عادي خالص. في سؤال تاني بيسألوه، بيقولوا طب الفضة فيها عيارات تانية؟ يعني انا عندي مثلا فضة عيار 600، فضة عيار 800، الحاجات دي برضو ممكن تتباع؟ اقول له برضو بتتباع عادي خالص وبنشتريها مفيش مشكلة عادي خالص. طب السؤال بقى الناس كتير جدا بتسأله لي: طب علي، انت ليه بتشتري حاجات الفضه دي تاني؟ هقول له في اجابتين. الاجابه الاولانيه، في حاجه اسمها ريسايكل، اللي هي اعاده تصنيع. يعني ايه؟ يعني مثلا الحاجات دي لو انت هتبيع حاجات الى حد ما كويسه، مش وحش قوي، الى حد ما كويسه، ممكن تعمل لها ريسايكل، اعاده تصنيع. مثلا خاتم قديم شويه يتظبط دبلته، ويتعمل دبلته وفص واقع او ثلاث اربع فصوص واقعين، بتركب فصوص وكل حاجه تظبط وتعرض عادي خالص. ده اسمها ريسايكل، اعاده تصنيع، وده نادر جدا لما حد بيبيع الكلام ده. المتداول بقى او الناس كتير جدا بتبيعه، اللي هو ايه؟ اللي هي الحاجات اللي هي مكسره خالص. يعني انت بتشتري حاجات فضه دي ليه يا ابني؟ ملهاش لازمه. اقول لا، ليها لازمه عندنا بقى. احنا عندنا ليها لازمه، بنعمل ايه؟ احنا عندنا ورش، ورشات، فاحنا بناخد الفضه دي كلها بنسبكها، يعني ايه بنسبكها؟ يعني بنجمعها، يعني بنسيحها تاني، نعملها سائل، ونبتدي ونعليها عيار، هنخلي عيارها 925، ونبتدي نعمل بيها حاجات شغل هاند ميد، بنطلع بيه شغل كده وشغل كده وحاجات دي كلها. كل ده بيتعمل بمعدن الفضه، معدن الفضه. وبكده اكون جاوبت على الاسئله كلها. ولو حد عنده اي سؤال يكتبهولي في كومنت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشكرا.